بالفعل أن قوات الاحتلال داهمت واقتحمت جنين شمالي الضفة الغربية، يبدو لتنفيذ عمليات اعتقال على غرار المداهمات والاقتحامات اليومية التي تشهدها ليس فقط جنين وإنما معظم مدن ومحافظات الضفة الغربية. خاض مسلحون فلسطينيون اشتباكا مسلحا مع القوات المقتحمة خلال الساعة الماضية، والآن تعلن كتيبة جنين وهي الكتيبة التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنه من ضمن طوفان الأقصى يخوض الآن المقاتلون والمسلحون اشتباكا مسلحا وبشكل مباشر مع قوات الاحتلال المقتحمة لجنين من أكثر من محور، الحي الشرقي وجبع أيضا في جنين، وذلك باستخدام صليات مكثفة من الرصاص الحي وأيضا بواسطة العبوات المتفجرة. هذا يحدث الآن في جنين، وكنا قد أبلغنا أيضا عن اقتحام مماثل ومداهمة لمخيم عقبة جبر في أريحة في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية. كنا أيضا أبلغنا عن اقتحام آخر للخليل جنوبي الضفة الغربية إلى جانب اقتحامات لمخيم الجلزون التابع لمحافظة رام الله. إذن حسام، اقتحام في شمالي الضفة الغربية، اقتحام في شرقي الضفة الغربية في جنوبها وفي وسطها، ومواجهات أيضا متفرقة كانت في القدس. إذن كل جهات واتجاهات الضفة الغربية تشهد في هذه الأثناء اقتحاما ومداهمات من قبل قوات الاحتلال التي أصلا تداهم بشكل يومي. 5200 عملية اعتقال نفذتها قوات الاحتلال منذ بداية هذا العام بحسب المؤسسات التي توثق هذه المداهمات، والاعتقالات تتم تحت زعم أن الاحتلال يعتقل من يصفهم بالمطلوبين الأمنيين، وليس شرطا أن يكونوا مطلوبين أمنيين، وإنما هذا الذي يرد في بيانات المتحدثين باسم الجيش والجيش الذي يوثق هذه الاقتحامات. أحيانا تنتهي هذه المداهمات باعتقالات، وأحيانا تتطور الأمور وتنتهي باغتيالات وإعدامات ميدانية ومحاصرة لمنازل من أجل اعتقال من تصفهم بأنهم مطلوبين. هذه الاعتقالات